الطلاب النفسية وقلنا إيش تعريفها، بإيش بنحتاجها. بس طفوا المايكات اللي عندكم أعزائي. بإيش بنحتاجها للطلاب النفسية، أهميتها، وقلنا إنها هي ببساطة مواجهة المواقف الشاقة أو تعمل لنا كدرع أو كشيلد وقاية لموضوع اللي هو إن هي الأشياء اللي إحنا ممكن إننا نتعرض لها لا سمح الله. هلأ طبعاً حكينا إنه يعني هي كوبازا بسالة الدكتوراه حكت عن موضوع اللي هو إن هي موضوع الاضطراب النفسية. قالت كوبازا كمان إنه الناس اللي بتميزوا بالاضطراب النفسية في عندهم خصائص، أهمها اللي هي إنه أنا بقاوم الضغط، الستريس. Test resistant people، يعني هدول الناس عندهم قدرة على مقاومة الضغط بأشكاله. وانتوا بتعرفوا انه احنا نتعرض للستريس بكل اشي بحياتنا. ممكن انه يجي الستريس ما يكونش يعني مثلا خاطر عبالنا كيف بدنا نتعامل معه. هدول الناس في عندهم مقاومة للضغط. وكمان انه كل ما كان الانسان يعني عنده اضطراب نفسية، كل ما كان عنده مقاومة للستريس، نسبة الستريس عنده بالمقاومة بتكون كتير عالية. بينما عكس ذلك، كل ما كانت اضطراب النفسية عندي منخفضة، كل ما كنت أنا بعاني من ستريس عالي، يعني بتزداد نسبة الضغط، والضغط بيولد عندي توتر نتيجة أنه أنا بعيد كتير عن موضوع اللي هو أنه موضوع اضطراب النفسية. فالصلابة النفسية لها دور في تخفيف نسبة الستريس أو الضغط اللي إحنا بنتعرض له أعزائي أو أنتوا بتتعرضوا له. هلأ في عنا كمان شغلة تانية بما يتعلق بخصائص، رح ناخد اليوم يعني خصائص مرتفعي الصلابة النفسية، ورح ناخد اللي عندهم انخفاض بنسبة الصلابة النفسية مين هم، رح ناخد عن أهميتها، ورح نحكي عن أسلوبين من المواجهة لهم على أيام المواجهة التحويلي أو المواجهة التراجعي، مين بتميز فيه وشو أهميته، حتى أنكم أنتوا تصيروا تعرفوا عنه وتصيروا كمان هي واحدة من ميكانيزمات الدفاعية النفسية اللي ممكن أنه أنا أكون بتصف فيها، سواء كنت مش عارفين إحنا مرتفع صلابة أو منخفض صلابة. هلأ نحن نتعرف مع بعض. هلأ خصائص مرتفعي الصلابة النفسية، زي ما أنتوا شايفين قدامكم بالشريحة، عندهم قدرة على الصمود. يعني هذول الناس في عندهم قدرة على الصمود، يعني أنا بصمد اتجاه المواقف واتجاه الأحداث اللي ممكن إنها تكون ضاغطة وتشكل لي ضغط. يعني مش بنهار، لما تسمعوا انهارت نهار، اجته مش عارف إيش ونهاره. هلأ كلمة انهار هي عدم القدرة على الصمود والمواجهة اتجاه المواقف اللي أو المشاكل اللي إحنا ممكن إننا نتعرض لها. عادة الناس كمان اللي عندهم ارتفاع بمستوى الصلابة النفسية في عندهم إنجاز أفضل على طول، بيردوا بيقوموا من المشكلة، بيقول لك لا بدي أسوي، لا بدي أعمل، لا وراي أشياء، لا ما بدي أدخل بهاي الحالة وأضل فيها. كل واحد فينا بيحكي لحاله هذا الإشي. الناس اللي بتحب إنها تتخلص من هذا الوضع الضاغط بتقول لك لا بدي أقوم بدي أكمل، يعني بدي أكمل يا عمي، ما أحس حالي مش عايشة، أحس حالي إنه لا مش راح أنفاق وراء هذا الإشي ومش راح أستسلم. فبتلاقيهم بينهضوا بتطلعوا هيك على العالم بطريقة تانية، بعين تانية، وبيشوفوا بيدوروا وين في فرصة إنهم هم يتنفسوا فيها ويتخلصوا من الوضع الضاغط اللي قد يستمر أحيانا نتيجة مثلا ظروف غصبنا عنا، ممكن يستمر أكتر من الوضع الطبيعي بما يتعلق فيك أنت كإنسان أو أنت. يعني عادة أنت مثلا ما بياخد معاك الموضوع يمكن كبيره مثلا أسبوعين، بس إذا استمر شوي ممكن يكون الظرف الضاغط أقوى على الواحد. ما يخاف الواحد كمان يقول أنا خلص أنا بدي أستسلم، أنا بطلت أقدر، أنا لا. إذا كان في عندي أنا باني بشخصيتي ومؤسسة هذا التأسيس اللي أنا عمالي بأسسه، رح ألاقيه بالوقت المناسب، يعني رح يرجعني للطريق اللي أنا فيه عندي إن التوازن. لأعزائي لما بتروحوا على مستشفى، يعني مش تروحوا أنتوا يعني، بس إنه لما تسمعوا، لما كنا نروح على مستشفى الأمراض النفسية،
لأن فيك التدريب ميداني بهذاك المكان. فأنت طول الأربع سنوات بالبكالوريوس في علم النفس السيكولوجي تبقى تأخذ عن الأمراض النفسية وكيف الواحد بيصير عنده أمراض نفسية وكيف شو الفرق بين المرض الذهاني والعقلي والسايكوباثي ومش عارف إيش والشخصية الباتاتونيك هاي التخشبية اللي بتدخل هي مسايكل الاكتئاب قصص قصص. هلأ إذا بتروح على المستشفى بتشوف كل الإشي النظري اللي كانوا يدرسوك يا الدكاترة بقدام عيونك. لما بتسأل وبتصير تعمل بيقول لك يلا روح اتدرب وكيس استدي لقوا لكم حالة واشتغلوا معاهم واتبعوهم وشوفوا شو التاريخ المرضي تبعهم وكذا ونفتح يعني فايلات ونشوف ويجبوا ما عشان نتدرب. بتستغرب انه هدول الناس مش كله انه ناس مش متعلمة ولا ناس مهملة بحالها طول حياتها ولا 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 يمكن يكونوا في ناس من المهندسين في ناس يعني بيزنس في ناس دكاترة في يعني من مختلف فئات الناس ممكن انه يتعرض يمكن تكون ربة منزل عادية ممكن تكون لا مش ربة منزل عادية ممكن تكون كمان في عندها بزنس كان وشغل وتروح وتشتغل وتيجي ولكن من كتر مثلا الضغوطات والستريس وعدم يعني تمكن الإنسان كمان من نفسه قبل ما يكون في مؤثرات خارجية بتكون ممكن إنه تلاقيهم موجودين هناك. يعني بتفاجأ إنه لا في نسبة معينة من الناس ناس متعلمة وناس يعني عندها كبير وعندها أشياء. بس شو اللي بيوصل لدول الناس؟ ناس تسمع مرات بتقول إنه مثلاً طبيب توصل لحالة إنه مثلاً صار في عندنا حالة انتحار لا سمح الله أو صار في يعني بتتفكر أنت بتقول كيف الواحد مثلا لما ينجرح قديش الواحد بتأذى وبتوجع وبيصير يخاف وممكن يركض على من طوارئ لطوارئ كيف واحد بتهون عليه يعني نفسه انه ينهيها او روحه انه خلص ينهي حياته. قديش الدرجة اللي بيكون واصل لها الانسان من الاكتئاب واليأس والتشوه التصور الذاتي عن حاله نتيجة الضغوطات نتيجة انه انا ما بكون عندي هاي المقومات أو هاي الأشياء اللي إحنا عم نحكي عنها. لازم الواحد يصير ينتبه على حاله إنه بعدين أقول لكم شغلة. هلا إحنا نفكر إنه الواحد ما بده يروح للطبيب النفسي إنه أنا مش بحاجة وأنا كيف بدي أروح أصلا شو بيحكوا عني كذا. في أوقات بحاجة الناس إنه بدهم مساعدة خلص أنا مش قادر أنا بدي ناس يوجهني. حتى مثلا على سبيل المثال لما الأم تحمل وصار في عندها اكتئاب الحمل ما بعد الحمل أو ما بعد الولادة تحتاج يعني بتحتاج انه في بعض منهم قد تحتاج انه تتوجه لطبيب لانه انت بالاخر ما بدك اياها تأذي نفسها ولا بدك اياها تتطور عندها الحالة. وهو هاي حالة نفسية بتصيب الام نتيجة التلخبطات الهرمونية مع مسؤولية جديدة على عندها مشكلة مثلا معينة ممكن قد تصير وقد تحدث احنا بنسمع هذا الاشي. هلا في حالات ممكن تكون بسيطة بس بيكون في مؤشر انه ليش عم بيصير معه هيك أو ليش عم بيصير معها هيك. لازم أنا يصير في عندي تدخل حتى تدخل إنه أنا أرجع أعيد التوازن لحياتي. هذول الناس اللي عندهم طلابة نفسية كمان أعزائي عندهم وجهة داخلية. وجهة داخلية يعني أنا اللي بيضبطني بعرف حالي بعرف إنه أنا بحب إني أنا يكون في عندي طرق للضبط ذاتي من نفسي. أنا في عندي إرادة بإنه أنا توجهي مش اني انا اخذ الشغله بس من الاخرين من برا شو يقولوا لي شو اسوي شو اعمل. ما قلت لكم ما حدا بفهم حاله غير حاله. يعني ما لما يجي حد يقول لك انا فاهم عليك سوي هيك اعمل هيك اوكي لا 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 بدك تكون كمان انت او انتي فاهمين نفسكم عارفين شو الاشي اللي بيريحكم شو الاشي اللي ما بيريحكم كيف بدكم تسووه كيف بدكم تتوجهوا له. يعني بناخذ اراء الاخرين بنسمع للاخرين نستمع للنصيحة في بعض الأحيان ولكن مش دائما. يعني مش كل حياتي أنا بتسيرها الناس. مين هدول الناس؟ أنا في عندي إرادة في عندي فكر في عندي منطق في عندي قيم في عندي طريقة في عندي مكنمات في عندي شغلات كتيرة بتمكنني من إني أنا أضبط ذاتي مشان هيك ما بستسلم. أو بقول لك بقول مثلا للناس اللي قدامي استنى شوي علي تركوني شوي. لما بقول لك واحد أو بقول لك واحدة تركوني شوي هو عماله بعيد برمجة حاله عمالها بترجع بتحكي مع حالها بتشوف شو بتقيم وضعها وبنفس الوقت بتشوف كيف بدها تستمر. هذا هو نوع من الصلابة النفسية. أنا لما أنا أكون عم بنط من واحد لواحد هذا بدي يحكي لي هيك وهذا بدي يحكي لي هيك ولا لا كل ما حدا حكى لي إشي أنا بغير رأيي وبجرب لا
أنا لازم أكون كمان بستمع، ولكن ممكن أخذ معلومات، ولكن كمان في عندي وجهة ضبط داخلي. أكثر اقتدار بميل القيادة والسيطرة على ذاتهم، إدارة ذاتي برضو بدخل بهذا الموضوع. يعني أنا لما بدير وبرجع بعمل قيادة لنفسي، بدير نفسي، بشوف أنا وين صار عندي اهتزاز، وين صار في عندي عدم توازن. بتعرفوا إحنا استرس الضغط يولد لنا توتر، الإنسان بميل ليخلص حاله من التوتر. كيف بدي أخلص حالي من التوتر؟ بشوف شو اللي عم بيعمل لي توتر. طيب أنا شو عملت حتى أتخلص من هذا التوتر؟ شو المطلوب مني؟ بقول لك دغري الإنسان اللي واثق بحاله بقول لك شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ بحكي مع حاله بقول أنا شو المطلوب مني هلا بهاي المرحلة؟ أدخل بسياق إنه خلص كل إشي ملخبط وفي فوضى وفي كذا وفي وأين أبصر شو عم بيصير فينا وكذا وكذا، ولا أرجع أعيد القيادة والسيطرة على حالي؟ بلاقي حالي مثلا عم بنغمي، هذا وين وصل، هذا مات، هذا طلع، هذا راح، هذا كذا، الحالة عم بتزيد، الحالة عم بتقل، الحالة عم هذا بطلع بحكي أسحب حالي شوية من هذا الجو وأطلع على حالي بعيد، أشوف إيش اللي إيش اللي أنا لازم أعمله حتى إني أرجع أعيد التوازن لنفسي. في منا ناس كتير أثرت كتير عليهم الحالة الوضعية اللي إحنا لقى فيها أو الوضع اللي إحنا فيه، فبتلاقي إنه لا بدي أعيد، بيحكي بقول لك بدي أعيد برمجة ذاتي، بدي أدير ذاتي، بدي أسيطر، بدي أسيطر على حالي، أعرف كيف بدي أتوجه، مش خلص أخلي الأحداث تأخذني. في ناس كتير تخلي الأحداث تأخذها تسلم. أكثر مبادئ ونشاط دافعية، طبعا هلا كل ما كان عندي دافعية، كل ما أنا تخلصت من أي وضع ضاغط، كل ما أنا سعيت للإنجاز، كل ما أنا حسيت حالي دخلي نوع من السعادة أو دخلي نوع من الإنجاز. على فكرة للأشخاص اللي بيستوعبوا هذا الإشي بيحسوا إنه هو بدخلهم السعادة. سعادتي في البحث عن الأشياء الجديدة، سعادتي في تعلم أشياء جديدة، سعادتي في إني أنا أضل أحس حالي إني أنا عايش أو أنا عايشة، مش إنه بس إنه أنا بس متلقية للأحداث اللي حوالي، لا أنا في عندي إشي، أنا فرد ديناميكي عم بتحرك باتجاه هاي الأشياء. هلأ هدول الناس كمان ملتزمين بالعمل، في عندهم التزام بالعمل، يعني بتشوفهم. هلأ ليش بيقول يكون في عندهم التزام بالعمل؟ لأنه الالتزام برضو كمان بيعطي الواحد قوة وبيعطي الواحد كيان، وهذا الكيان إنه أنا عارف إيش اللي لي وإيش اللي علي وأنا بتحرك باتجاه هاي الأشياء اللي موجودة عندي. ملتزمين كمان عندهم قدرة في التحكم بالأحداث، زي ما حكينا هلأ قبل شوي، يعني أنا بتحكم بالأحداث، شو بخلي الأحداث تتحكم فيه؟ يعني يمكن شوية مرات إحنا نضعف شوي هيك وبنخلي الأحداث تتحكم فينا، ما إحنا بشر كمان، بس ولكن مش هي السمة السائدة علي وعلى شخصيتي، لأنه أكيد رح تنعكس علي بشكل سلبي. عادة بطلع على التغيير إنه مش تهديد، مش كل ما حدا مثلاً هلا إذا بدي أجي أحكي لكم شغلة أنا، هذا مش تهديد بالنسبة لي، هو هذا عبارة عن فرصة للتحدي، تحدي قدراتي، تحدي إمكاناتي، تحدي أنا كيف ممكن إني أتصرف اتجاه هذا الموقف. بدي أختبر أنا شو الإشي مثلاً اللي أنا وصلت له. على سبيل المثال في ناس كتير بتعتبر الامتحانات هي تحدي، حتى إنه مثلاً يشوفوا حالهم شو فهموا من المادة أو لوين وصلوا أو إنه قادرين ولا مش قادرين. فإنه التحدي هون، التحدي بالنسبة لي أنا إنه أنا عمالي بواكب الإشي اللي عمالي بشتغل عليه، بشوف حالي، بقيم ذاتي. هلأ إذا مثلا حدا إجا اقترح علي اقتراح إنه إحنا بدنا نغير نمط أو روتين اللي إحنا مثلا عايشين فيه أو الإشي اللي إحنا بنشتغل فيه أو الطريقة اللي إحنا مدرب فيها، بالبداية قد يكون في عندي مقاومة وقد يكون في عندي ليش؟ لأنه أنا الناس بطلعني من المكان البقعة هيك اللي أنا فيها راحة بحس فيها، خلص أنا شكلتها حوالي وعايش فيها وعايش بهذا النمط، ما بديش الروتين تبعي يتغير، كومفورت زون تبعتي. فبتلاقيني بخاف الإنسان من التغيير. في ناس لا بيعتبروا أنه التغيير عبارة عن تحدي لتعلم أكثر لفرصة أكثر، في ناس لا بيقولوا يقام بالإقامة هو تهديد لغير نمط حياتي بدها تأثر علي. فبتلاقيني أنا بكون كتير متوتر بهذا الإشي. هلأ خصائص مرتفعي الصلابة النفسية كمان بيعتبروا المواقف الضاغطة هي فرصة لممارسة واتخاذ قرار. جرب حالي شوف كيف لما بتشوفوا مرات بالأشياء اللي بتتفرجوا عليها لما بيكون عم يكبر الشاب مثلا أو الصبية، بتلاقي إنه مثلا قبيلته أو عشيرته زمان إنه بيودوه إنه روح بعرضوه لمواقف ضاغطة علشان إيش؟ عشان يكبر أو هي تكبر. هلأ هاد
فرصة لأنه الواحد تكبر تتنمى شخصيته ويكون أكثر حكمة أكثر قدرة وبنفس الوقت قادر على اتخاذ القرار مش ضله بنفس مرحلة الطفولة أو مرحلة الاعتماد على اللي أنا مثلا بيوفروا لي كل إشي دائما. هلا مثلا بي وقتنا الحالي إذا بدنا نيجي نحكي إنه لما منكم في ناس بيفكر إنه بدي يدخل مثلا دخل وتحدي حاله أو تحدي حالها بي، وأنا بعرف إنه في منكم ناس كتير هيك بيفكروا إنه أنا عندي اهتمام معين وعندي قدرة معينة على إنه أنا أوفر خدمة معينة الناس بتحتاجها بهذا الوقت. إحنا قاعدين بالبيت كل إشي أونلاين، في فرص كتير متاحة أونلاين بقدر إني أنا أسويها بالشغل، بنمي وبشتغل وبطور وبتخذ قرار بإنه أنا بدي أدخل مثلا إن كان باسف إن كان هيك بريد إلي، هاد فرصة لإنه أنا بحول الوضع اللي إحنا بنحسه إنه تهديد ومش تهديد لإشي اتخاذ قرار بإني أنا مثلا بدي أطور بحياتي. صلابة نفسية، عندي تركيز على التحمل الاجتماعي. شو يعني التحمل الاجتماعي؟ التحمل الاجتماعي أعزائي أنتوا تعرفوا إنه إحنا مرات إحنا نحتاج الناس اجتماعيا، وإحنا كائن اجتماعي وزي ما قلنا إنه إحنا فينا نظام مساندة بدعمنا، ولكن مرات في ضغط اجتماعي بيمارس علينا، والضغط الاجتماعي قد يكون يوصل للتهديد وقد يكون بيأثر علينا. أنت بتعرفوا إنه إحنا منعيش بحياة، والحياة في ناس عندنا حوالينا فينا متطلبات اجتماعية، وفي عنا ناس بنقوا اجتماعيا، وفي ناس ممكن بضغطوا علينا اجتماعيا، وإذا إحنا ما جاوبنا ممكن يقولوا عنا أنتي سوشل وكذا وكذا. في كل دائرة من محيطكم، يعني سواء بالدراسة بالعمل بكرة بالحياة الأسرية بالحياة الزوجية بكل إشي، قديش أنا عندي قدرة على التحمل الاجتماعي وتبعات الوضع الاجتماعي وما ما يأتي بالوضع. هل في عندي أنا مثلا لا في عندي أنا عامل حالي مثلا مجموعة من الأشياء اللي ما بحب إنه حدا يتعداها، بنفس الوقت مسموح لك بس بقدر معين كذا 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 كذا، بتلاقوا في ناس في عندهم هذا الإشي. يعني أنا ما بقدر أتجاوب لكل إشي اجتماعي بصراحة، وما أو بحس إنه مثلا على سبيل المثال إنه في عندي أشياء اهتمامات، هاي الاهتمامات إذا أنا ضليت ألبي اجتماعيا ما رح أقدر أحققها. في إشي إلي، هدول الناس بيجوا بقول لك في إشي إلي بدي أسويه بدي أعمله. بتعرف ولا معظم الناس اللي بتنجز يعني ما معناته إنه أنا بعيد كتير عن كإنسان عن المهارات الاجتماعية والناس، لا لا لازم يكونوا موجودين بحياتي لازم أشوفهم يشوفوني، وحتى لو من بعيد وكذا في إلهم، يعني هو نظام مساندة وحتى عن بعد. بس ولكن في إشي كمان ممكن إنه أنا بدي أنتبه بدي أركز بدي كذا كذا، بتلاقي إنه الاستجابة للمطالبات الاجتماعية مرات ممكن إنه بدي يكون واحد في عنده صلابة يعرف كيف بده يعمل توازن ما بين اهتماماته وحاجاته والوقت اللي هو بده إياه له في إنجاز الأشياء وما بين التبعات الاجتماعية. عندهم دافعية عالية نحو العمل أكيد، وعندهم قدرة على التفاعل والتفاؤل الدائم. يعني من موقف ضاغط ممكن تلاقيه طالع أو هي طالعة تقولك في إشي في إشي ممكن أستفيد منه، في إشي بطلع عليه بلاقي فيه هناك إشي بقعة هيك مضيئة، بلاقي في إشي عم بيعطيني مثلا أمل أو بيستحلي فرصة بمكان معين. فتلاقيهم بتطلعوا على الأمور مش دائما بسلبية أو بطريقة سوداوية، لا يكون في عندهم إشراق فيما يتعلق بهذا الموضوع. هلأ من خصائص منخفضي الصلابة النفسية، شوف اللي عكسهم، ما عندهم قدرة على الصبر، دغري بيستسلموا ودغري بنهاروا ودغري بتسود الدنيا بوجههم، وعلى طول بيضلوا يشكوا وعلى طول بيضلوا يبكوا، وانفعالاتهم بتكون مبالغ فيها كردود أفعال مكنزمات دفاعية مش الصحيحة اللي هي لا تصب في التوازن النفسي. وإحنا كتير خلاص بنقول هذا الفرق بالعيلة خلاص انتهينا، لما توصل الأمور لعندها أو لعنده انتهى الموضوع. في هيك دايما انه بيشكو بسرعة، واي موقف ضاغط مثلا على سبيل المثال نفرض انه مرض احد افراد الاسرة الاب او الام لا سمح الله، الله 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 يبعد عنا المرض، بتلاقي كيف الابناء يعني مثلا اذا كانوا اربعة بنات وثلاث اولاد او ثلاث بنات وولد او هيك اشي ذكر يعني ذكر وانثى، بتلاقي في واحد فيهم مش بالضرورة تكون أنثى على فكرة، في واحد فيهم نسبة التوتر عنده يعني عالية وبتلاقيه بخاف كتير وبتلاقيه بتوتر، وكلهم خايفين الأربعة خايفين أبوهم حبيبهم هاي أمهم،
بس ولكن نسبة أو طريقة تعاطيهم مع المواقف بتختلف. هم الأربعة بينهم بين بعض، بس هو على الأغلب هو اللي بتوتر، وهو اللي خلص إنه يعني بتحس إنه في مبالغة بردة الفعل بالطريقة اللي بتجاوب فيها مع الأحداث أو مع الحدث الضاغط هذا. فأنت بتعرف دائما إنه هذا الإنسان ببالغ بردة فعله وصلابته النفسية، لأنه اضطراب النفسية أخفض، يعني هاي المكنزمات الدفاعية تبتلو اللي بيقدر إنه هو يتجاوب فيها أو يتعامل معها. في ناس من طبعا بدرجات، يعني كل واحدة من هذول الأشياء اللي أنا بحكي لكم عنهم بدرجات، يعني مش على طول كله، فيه بالمرة، يعني كل إشي من هذول الأشياء اللي بحكيهم موجودين فيهم، فيه بدرجات يعني بنسب، ما بنقدر نحكم نقول إنه 100%. يعني عدم القدرة على تحمل المسؤولية قد يظهر في ناس، في عندهم منهم ما عندهم تحمل المسؤولية، يعني بنهاروا بيخافوا، لا ممكن هذاك يكون درجة توتر وانهيار، بس بنفس الوقت ممكن يعمل أكشن، ممكن يتحمل مسؤوليه بانه يعمل اكشن، وبنفس الوقت ممكن يكون، يعني عرفت كيف كل هذه الاشياء هي عباره عن نسب عند الانسان. ما بتحمل مسؤوليه، ما بتاخذ قرارات، يعني بخاف انه بتاخذ قرار، بتردد. على فكره اذا حد فيكم هيك انتبهوا لحالكم، يعني اذا انا مثلا ما بتخذ القرار وبستنى صاحبتي هاي تحكي لي هيك، وهي صاحبتي تحكي لي هيك، وهي صاحبتي تحكي اختي امي كذا، اوكي انا بسمع للاراء، بس بالاخر انا في عندي، انت تقدروا تتخذوا قرار مظبوط لما يكون في عندكم معرفة بالإشي، وهاي المعرفة solid متأكدين منها. كيف تتولد عندنا هذه؟ طب انت دكتورة بدلي تقولي لنا تخذي قرار تخذي قرار، طب كيف بدي أتعلم؟ شوفي عزيزتي أو شوف عزيزي، إذا في أي مثلا إشي على سبيل المثال لنفرض أنا هعطيكم مثال تشبيهي وأنتوا بعدين قيسوا على الأشياء اللي موجودة عندكم، الإشي اللي له علاقة بالمعرفة كيف يعني؟ يعني هلا مثلا على سبيل المثال انا شفنا من الطلاب اللي بيجوا بدهم يدخلوا على الجامعه يختاروا تخصص، فينا بعدوا احكي لكم، يعني في ناس بعدوا مع اهليهم بحكوش ولا كلمه، اهلهم بيحكوا وبيدخلوا الام والاب، يا الام بتكون مسيطره يا الاب بيكون مسيطر، والولد والبنت قاعدين ترجع عليهم، او انه الاب بيقول في موديل ثاني، لا استنوا هلا احكي لكم على الموديل الثاني، او انه لا انا انا بظن انه محامي منيح، لا بظن انه اعلام منيح، يكون هيك بيحكوا بصوت عالي والبنت قاعده بتسمع او الولد قاعد عم او الطالب قاعد عماله بيسمع. بتسال بترجع بتقول لهم معلش بس اسمع هي شو بدها او هو شو بده، خلص انتم شو رايكم، خلص انتم شو كذا، هذا نمط في اتخاذ قرار، قرار مصيري. او بتيجي مثلا بيكونوا في حدا من الـ من الـ من الاسر مره ضلوا الأم والأب مع البنت، البنت بدها إشي وهم بدهم إشي، ما بدهم إياها تأخذ اللي بدها إياه، والله العظيم ضلوا أسبوع كل يوم ييجوا يقعدوا ويحكوا ويقعدوا مع بعض، أقولهم أنا روح أتناقش، يروحوا يتناقش، بس أنا عارفة والبنت عارفة إيش اللي بدها إياه. بعد بأسبوع ضغطوا عليها وخلوها تأخذ اللي بدهم إياه، بعد بسنة البنت غيرت ورجعت للي بدها إياه، دخلت في حالة. نمط تاني ثالث كمان اللي هو النمط، هلا انا ليش عم بحكي لكم هاي النقطه، لانه بدي اقول لكم ليش هم الاولاد او الطلاب ما بيتخذوا القرار اللي بدهم اياه. بيجي الاب وبقعد قدامنا وكذا وكذا، تساله وين البنات او وين ابنك، او قاعدين بالسياره، في هاي صوره ثالثه كمان. هلا هذا الاشي، يعني انا اللي بدي احكي مثلا على الابناء انه، وفي صوره رابعه، تجيك بنت من صف يمكن عاشر، شو القصة، بتقول لك انه انا بدي احضر، بدي اروح على كلية الحقوق احضر مع ما اشوف المحاضرات واشوف شو الحقوق، لانه انا ممكن انه اغير رايي. في واحدة ثانية اجت حضرت اعلام وقعدت معهم وحضرت محاضرات وقررت بعدين. هلا شو هون بدخل هذا بموضوع اتخاذ القرار؟ لما انا ما اكون سوليد، لما انا ما يكون عندي معرفة، لما اكون مش جامعة معلومات، لما اكون انا بستنى دائما انه اللي قدامي هو اللي بده ياخذ عني قرار، لما 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 اكيد انا راح يتدخلوا ناس كتير بحياتي، وراح يكون وبعدين عماء. على فكره في منهم بعض الاسر لا تركين حريه انه انت اختاري، انت اختار، بقول لك ماما لا خلص انتوا اختاروا. عرفتوا كيف؟ يعني انت انا بدرب حالي على اتخاذ القرار لما انا اكون بقدر اني يعني بجمع معلومات،
هلا نفرض على سبيل المثال اهالينا او اهليكم ما علموكم على اتخاذ القرار وكانوا يتخذوا قرار دائما عنكم على الطالعه وعلى النازله، خلاص انت تعودتوا وبيخافوا علشان انتم ما تقدروا تتحملوا المسؤوليه وممكن تغيروا رايكم بهذه القصص. هلا اوكي اجينا واحنا مثلا من هاي الاسره، هلا كيف انا هلا بهذا العمر بدي اعلم حالي اتخذ قرار، بدي ابلش ما اتردد اجمع معلومات عن ايش اللي بدي اتخذ عنه قرار، اكون عارفه 100% انه انا بدي اشتري هذا المنتج، بفتح بشوف هذا المنتج عند هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، بعدين انا بقرر ايش الفيتشر تناسب مع المصاري معي وبروح اتخذ قرار بقول لهم خلص بدي اشتري هذا الشيء. هلا هيك تدريب، هذا هو تدريب. التدريب بدك تحط حالك او بدك تحطي حالك بموقف بده اتخاذ قرار، لانه بكره انت رح تيجي رح يقول لك اجى فلان بده يطلبك وبرضه تركين لك المجال انه انت تتخذي قرار، خلص مثل ما بدكم. بعدين والأسوأ لما تفشل بتقول ما انت اللي اخترته. هذا كمان شوف يعني اطلعوا ولا بيطلعوا من 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 شيء بسيط لشيء شيء بيطلب فيكم بحياتكم. لا بده يكون من واحد من الاول عنده صلابه نفسيه بدير ذاته بتحمل بتاخذ قرار وبيعرف عشان ما يفقد التوازن بعدين ويرمي الاشي على الاخرين. عندهم هروب من الواجهه للاحداث الضاغطه، سرعه الغضب زي ما قلت لكم يعني انفعالات وبروح بمي بقعد بالزاويه وبكتئب وبتمر معي شهر وشهرين انا مكتئبه انا دائما قلقانه، ممكن القيم ما انتبه لها، ما عندي مبادئ ثابته يعني عندهم بس ما يعني ما بينموا هاي المبادئ ما بتمشيهم هاي المبادئ، بتجنبوا يبحثوا ممكن كمان عن المساندة الاجتماعية. في ناس العكس يعني في ناس على طول إذا راحت منهم مساندة بينهاروا، وفي ناس منهم لا بيروح بينسحب خلص بينسحبون تماما، كمان هذا غلط. وعدم القدرة عنا على التحكم الذاتي أعزائي، الصلابة النفسية بتخليني أنا أخفض من نسم أنا كان صحيح بدي أسألكم تفضل. أسألك قبل ما أخلص عن الخصائص، عن الخصائص تبعتها. هلا دكتورة كنت تيجي تحكي عن اتخاذ القرارات، طب في ناس بتغير من قرارها حتى شخصي اللي قدامها مثلا، يعني ما نكسر في خاطري اللي قدامنا، أو إن يعني بالذات بالأهل يعني هم بيكونوا شايفين الإشي من وجهة نظرهم وإحنا بدنا إشي، صحيح ما بنتخذ القرار اللي إحنا بدنا إياه عشان ما نكسرهم أو ما نجرحهم أو ما نزعلهم. شوفي حبيبتي هلا انت يمكن عم تحكي على شيء انت يعني عم تعاني او انه يعني في موقف بينك وبين اهلك، هلا هذا الشيء وارد صحيح. يعني هلا انا لما بحكي انا بحكي عموما وبحكي يعني بشكل عام، كل واحد فيكم في عنده شيء بحياته مختلف عن الثاني. هلا الاهل بمرحله من المراحل طبعا هم لهم دور كتير كبير، هم اهلنا واحنا بنرجع لهم بنرجع لارائهم. انا ما تفهموني غلط انه انا ضد الاهل ابدا، انا اعطيتكم صوره لاربع وش حكيت لكم بالاخر، قلت لكم في من تستغربوا انه الاهل عم بيتيحوا الخيار للولد او للطالب او الطالبه او للابن او الابن وما ما يعني خلص بتركوا على حالهم. هلا عاده عزيزتي الاهل هاي كمان تكون كمان نسيت احكي انك ذكرتيني فيها، الاهل بيحبوا يتخذوا ما في اهل شوفي ما في الاهل ما بيحبوا دائما يكونوا مسيطرين وما بيقدروا دائما يضلوا مسيطرين، هم نفسهم بتعبوا. يعني حتى اللي بتحس انه انت اهلك او اهلك مسيطرين على طول على طول، في فتره من الفترات بتعبوا بدهم يطلعوا على ابنهم او بنتهم، يعني انت ما بتعرف تتخذ قرار لحالك، انت ما بتعرف تتخذ قرار لحالك. هلا ليش الاهل بيجوا بياخذوا القرار عنك او عنا؟ بتعرفوا ليش؟ لما يحسوا هم بيحموكم. انا دائما بحكيها هاي وهاي عن تجربه على فكره، اذا انا اجيت أظهرت أي نوع من التردد في إشي بدي أتخذ فيه قرار بحياتي، وهذا الإشي اللي بدي أتخذ فيه قرار بحياتي أنا أظهرت أي هيك جانب صغير من التردد، دغري الأهل رح يتدخلوا ويقول ويخافوا ويتخذوا عنك قرار. ليش؟ لأنه أنت أظهرتي لهم نوع من التردد. هلأ الأهل ما يعني ما بتدخلوا هالقد إذا حسوا أنه أنت أو ابنهم أو بنتهم عارفين ايش اللي بدهم اياه بالضبط وشو اللي بدهم يسووه، بيرتاحوا. هلا انتوا في نفس العيله، اطلعي انت بينك وبين اختك يمكن اختك تمشي اللي بدها اياه، مش لانه هي اقوى لا، بس لهي هي يمكن اذكى انفعاليا وهي اكثر قدره وواثقه وعارفه امكاناتها، يمكن هي عم تحتك اكثر، يمكن عرفتي. هلا هاي بنت يعني اختك اهلك بحسوا انه هي في عندها اشي
خلص صلب ثابته عندها التزام. هلا احنا رح نمشي رح تشوفوا ايش الاشياء اللي ممكن كمان تخليكم انه انتم تظهروا هذا الاشي لاهليكم. هلا كمان في شغله ثانيه يا إلاف، انا في والي اشي بدي احققه، قلت لك من هذيك المره بدك تاخدي وقتك، بدك تتحايلي من هون، بدك تيجي من هون، انت بالنهايه في عندك مشروع بدك تسويه، وهذا المشروع انت ثابته عليه حلم بدك تحققيه، اللي حواليك لسه مش مقتنعين، انت بدك تثبتي للاخرين ايش الاشي اللي بدك تعمليه. يعني امبارح في طالبه كانت عمالها بتحكي بتقول انه هي هلا بلشت في بزنس اونلاين، وهي كانت الفكره عندها فكره وبلشت تاخذ اثارها، اقنعت اهلها وقللت من نسبه الخوف عندهم، وكان عندها اصرار اصرار في الطريقه، لا صراخ لا لا كذا لا كذا لا كذا، في عندي انا لازم تشوفي ايش مفاتيح اهلك، انت عم تعملي اشي ايجابي بالنهايه، شوفي كيف بدك تقدري انك انت تقربي وجهه النظر. يعني في عليكي دور، في عليكي شغل، في عليكي اشي بدك تعمليه، مش علشان ما تزعليهم. اهل ما بيزعلوا، الام والاب ما بيزعلوا من اولادهم يا جماعه، وكل ما شكوا كانوا شايفينكم ناجحين كل ما انبسطوا اكثر. فلازم انت تكوني هاي اول اشي حاطتيه في بالك، هذه هاي الكلمه حطيها في بالك، هاي الجمله، ومن ثم انت سوقي وتبلشي تشوفي كيف بدك تحققي اهدافك. لا تقيمي الهدف تبعك، لا تقيمي الحلم تبعك، ولكن شوي شوي انا بقدر اني اقرب وجهات النظر. فعليك دور، بدك تتعبي شوي وبدك تلاقي مداخل حتى تحققي الهدف اللي بدك اياه، بتصلي فيه بعدين تقولي لي اني انا مشيت اللي بدي اياه. تمام يا إلاف، بدك تشتغلي شوي شوفوا كمان. تمام، هاي كل مره انا رح احكي لك، كل مره رح احكي لك الا تلاقي الطريقه، الا تلاقي الطريقه. هلا شوفوا كمان عندنا هنا عادة الناس كمان هلا هم اللي عندهم صلابة نفسية ما بيمرضوا جسديا كتير. ليش؟ لأنه أنت بتعرفوا حكينا هذيك المرة، قلنا إذا أنا كان عندي مشكلة نفسية وما عندي مكنزمات دفاعية دغري تنعكس علي، بصير أحس بصداع، إسهال، في ناس بنسهلوا، في ناس من كتر التوتر بدور رايحين جايين، يعني مش عارفين حالهم كيف بيضبطوا نفسهم. يمكن يكون في عندي كمان بروح باكل كتير والاكل بياثر علي وعلى صحتي الجسميه، بصير عندي كوليسترول عالي، بصير عندي وزن زائد، بصير عندي تبعات، ممكن اصير احس بصداع، بحس بضيق نفس، احس هاي كلياتها عباره عن مكنزمه دفاعيه خاطئه تتوجه لاني انا اصير احس اني انا مريضه وعندي امراض جسميه. دائما بحللوا المشكله اللي هي الى 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 مركباتها الجزيئيه، بيطلعوا عليها بصوره كليه ويمسكوها جزء جزء ببلشوا يشتغلوا عليها، بعدين بالاخر بيلاقوا الحل اللي هو بيريحهم. هلا في عندنا نوعين من اسلوب المواجهه، في واحد اسمه مواجهه تحويلي، مواجهه تراجعي. التحويلي، اسلوب المواجهه التحويلي هو اللي بيتميز في الناس اللي عندهم صلابه نفسيه، بيحولوا الموقف الضاغط الى فرصه، بيحولوا الحدث اللي عم بيأثر علي واللي أنا بدل ما أطلع لها ما أطلع أنا، وأنا حكيت لكم من أول ما بلشنا المادة لكم حتى الإشي اللي إحنا فيه هلا في فرص، في أشياء، في يعني يمكن بعد بفترة نقول إنه والله انتحت لنا فرصة مثلا سنة أو سنتين إنه نطور حالنا ذاتيا بإشي تاني خارج عن النمط العادي اللي إحنا متعودين عليه. أنا واحدة منكم، أنا واحدة من هدول الناس. هلا هيك عم بحس انه بالاول انسقت بالحدث اللي احنا فيه، بعدين قلت ما راح اضل هيك، بدي ادور على اشياء تانية تخرجني من مين قال انه الشغل بهاي الطريقه بس، مين قال انه التعامل مع الافراد بس بهاي الطريقه، مين قال انه العلاقات بهاي الطريقه. بدي اطلع على الموضوع بس اسحب حالي هيك شويه لبرا، برا المواقف او برا الحدث الضاغط هذا اللي احنا فيه، بطلع عليه من بعيد، بوسع عيوني كتير وبشوف ايش الاشياء او ايش بس كيف الدكتورة بتقدري تعملي هذا الاشي. بدور، ببحث، بسأل، بستفسر، بطلع، بمسك الجهاز هاي الاجهزة هلأ كلها حوالينا وبشوف ايش الفرص المتاحة اللي عم تطلع، شو الاشي اللي ممكن انا اطور حالي فيه. في ناس بزهقوا من الروتين، انا من الناس بزهق من الروتين، مثلا على سبيل المثال بحب اغير، وكل ما بغير بحس حالي عم عايشة. يعني هاي واحدة من الأشياء اللي حلو إنكم أنتوا تصيروا تطلعوا عليهم، هدول المفاهيم، هدول سر باستمرارية على فكرة. يعني لما يجي طالب يقولك دكتورة شو سرك،
ما انتبهت انا شو عم بيحكي، ما هلا عم بتذكر، هلا انا بحكي معكم مرات بتذكر. في واحد قال لي مره انت بتصير شو سرك عندك طاقه هيك؟ هلا هلا يمكن هم هدول الاشياء، انه ما بتحب العادي وبتحب تغير وبتحب تطلع على اشياء مختلفه وبتحب تتعلم وبتتعلم من الصغير قبل الاكبر قبل الوسط قبل. هلا عم بتعلم من واحد عمره 18 سنه مثلا، بفتح اليوتيوب كله شيء، هذا شيء حسد ناقصني، بس بستخدم بسوي بس يعني ما عندي. كمان بدي يكون في عندي مرونه، مروري انه لا دكتوره خلص صارت ابصر، لا 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 ابدا ابدا ابدا، طلع شوف. وانا قلت لكم انه انا مرات بغار لما بشوفكم انتم مثلا بالمحاضره، هذا دائما يعني بشوفوا الشيء انه تعرفوا شيء ما بعرفه، ليش ما بعرفه؟ ما بحكي لكم، بروح ادور عليه، بدي اشوف ليش هم بيعرفوا هذا الاشي وشو هو الاشي السائد بينهم بعمرهم. عشان هيك بدلك انت متجدد، بدل تحس حالك انت عايش، وبدل تحس حالك انه انت مختلف. هذا السر، يعني هذا هو السر، انه ما بيمر علينا نفس الاشياء اللي بتمر على الناس الثانية، بس ولكن بتحول الفرص او الاشياء اللي انت بتحس انه هي ضاغطة عليك ورح ترجعك لورا كتير، انه بتطلع دايما هيك تسحب حالي هيك، يعني هيك هو كلام، يعني كلام خيال، انه تسحب حالك خارج اطار الموقف الضغط عليك، تطلع عليه من بعيد وبتشوف كيف ممكن انه انت وين، شو بدك ليش لحد يعمل هذا الاشي؟ بيعمل هذا الاشي علشان يخرج من الاطار الروتيني ويخرج من موضوع انه 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 حتى البعد هلا هذا اللي احنا عمالنا نبعده، هاد بيعطيني فرصة لأني أتأمل كتير أو أفكر كتير، أشوف أنا شو اللي بدي إياه، شو اللي بدي أسوي. بعدين بتذكر دكتوري اللي وأنا ظلكم هلأ كنت قاعدة على مقاعد الدراسة، قاعد عم هيك إجا مرة زعلان بيقول أنا شو اللي عملت بحياتي هيك والله العظيم، وأنا ما فاهمة عليه بهداك الوقت شو عم بيحكي هذا الرجل. فلا عم بتذكره إنه أنا كنت أروح على الجامعة وكل يوم باجي من الجامعة وأنا بعطي محاضرات، وأنا 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 كان في فرص كتير متاحة، أنا ما استغليت حياتي بتغيير نمط معين، ندمان ما كنتش فاهمة عليه شو بيحكي. إحنا وإحنا قاعدين كان عم بيحكينا وهو في بباله إشي وهو عارف شو عم عمله بيحكي، بس إحنا ما كناش فاهمة، أنا ما كنت فاهمة، كل ما وصل لي إياه مضبوط. هلأ عم بتذكره وعم بقول صح، إنه أنت وصلت للإشي اللي بدك إياه، عملت مثلا وصلت الدرجة العلمية، طيب وبعدين ليش يزحق؟ تغير، بدك تبدل، بدك تطور، بدك تطلع من 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 مش كل الناس هيك كمان. هلا هو مثلا على سبيل المثال زعلان ومكتئب، زعلان وعم بيحكي بس يمكن ما عمل إشي وما غير، بس بضل يقول انه يمكن اللي خرجوا عن الاطار العادي اللي احنا مثلا روتيني بما يتعلق باعضاء هيئه التدريس وعملوا إشي ثاني، يمكن هو بهداك الوقت كان يطلع عليهم انه ليش بيعملوا هذا الاشي، انا لا بدي اضلني بنفس البقعة مثلا. في ناس تطلع هلا انا بتذكر هذا الحكي كثير، بتذكر وبقول يمكن هلا الوضع اللي احنا فيه عم بتيحنا فرصة، عم بتيحلي فرصة مثلا، او يمكن انجح يمكن ما انجح ما بتعرفوا، بس ولكن ما في غير من انه انا ايش اجرب اغير. كل في ناس كثير نسبة كبيرة منهم يمكن ضلوا زي ما هم وما بدهم يغيروا، مش فاهمين هذا الاشي، ما وصلوا لهذا الاشي وخلص عاد وصل التقاعد انتهينا، عرفت كيف؟ هذا هو السر، يمكن السر انك انت دايما بدك تدور تحاول تحول الموقف تعمله اسم مواجهة تحويلية، بعكس الناس اللي عندهم المواجهة التراجعي، يعني بتراجع بتقهقر بستسلم خلص، ما هي هيك الدنيا ماشية، اسم هذا نصيبي واسمتي ومن داري شو، هذا 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 الاشي اللي عمالي بحكي لكم اياه، انه اما انت بتمشي مع الموقف وبتشوف شو اللي بطلب منك. وعلى فكره هذول الناس دائما بقول لك شو المطلوب مني، مش بيسالوا، يمكن بيسالوا حالهم شو المطلوب مني، بيستخدم التفكير التاملي بحاله اثناء يعني قبل واثناء وبعد، ما بيضلوا مركزين شو اللي راح مني، راحت الاشياء مني وضل قاعده افكر افكر افكر، يا الله لو اني عملت، يا الله لو اني سويت، يا الله ليش هذا حكى معي هيك، ليش هي علقت علي هيك، ليش هذا كذا، ليش ليش ليش، افكار افكار بهدول، ما راحت القصه، راح الحدث،
علمني إشي بس ما بدأ أرعنده كتير. بضل طول الوقت شو بدي أسوي بحياتي، شو بدي أعمل يومية، ما سويت إشي، هي الدنيا بتروح الوقت، أنا بدي ما كذا كذا كذا، بضل بضيع وقتي كمان. هلا لازم أخطط للمستقبل بس بذكاء، بس مش إنه أنا أضيع باللي راح وباللي راح يجي وبنسى هلأ هذا الوقت اللي إحنا فيه. هلأ مش كلمة أبعاد الصلابة النفسية، هلأ عم نحكي عنها أو عم نحكي كنا على أسلوب المواجهة، التحويلي صار بالماضي راح، هلأ إحنا بالوقت هنا عند أبعاد الصلابة النفسية. هيك لكم تفكروا بحياتكم، يعني ما تضلوا مركزين كتير شو راح شو بدي يجي، وتنسوا اللحظة اللي أنتوا هلأ عايشين فيها اللي هلأ كمان ثواني شو بصير عندنا؟ بتصير ماضي. هذا كمان كيف الواحد بوعاله بتفكير أثناء قبل أثناء بعد، شو عملت، شو بدي أسوي، شو بدي أعمل، قديش شو مطلب مني، كيف بدي أعيش اللحظة هاي للماكسيموم وأعطيها حقها، ولما تروح ما أزعل عليها. كمان هذا ذكاء لازم الواحد يتحلى فيه، يفكر فيه، يعني يفكر بهاي الفلسفية كيف ممكن إنه يدخلها بحياته بنمط اللي يعني نمط العيشة تبعتي أو شخصيتي أنا. الالتزام، شوفوا أشو أبعاد الصلابة، أبعاد الصلابة ثلاثة: تحكم، تحدي، والتزام. هلأ الالتزام صرت حكينا عنه أنه أنا بلتزم أول إشي بلتزم اتجاه حالي، وبكون عارف حالي شو اللي بدي إياه، شو اللي بدي أعمله، كيف بدي أنفذه، بلتزم إني أنا بتنفيذه، بحط خطة، بحط أهداف، يعني بحلقها على الثلاجة، بعلقها هون بغرفتي، بحط نوت على الكمبيوتر، النوت موجود هاي الكتروني قدام، بحط نوت بالتليفون، بفتح بذكر حالي انا حطيت مثلا بالشهر هذا بدي التزم انه انزل وزني مثلا على سبيل المثال، بحط على النوت اللي بالتليفون، بسجل تاريخ اليوم شو عملت طيب حتى اني انا اعمل هذا الشيء، دخلت رياضة ولا ما دخلت رياضة، راح اليوم اجى بكرة، بطلع ببلش اسجل بكرة، بطلع على اللي قبله، بيعطيني دافعية، بسجل ما بتلاقوا الشهر إلا أنتوا سجلين. هلا ليش عم يسجل؟ لأنه عم بلتزم، لأنه بدي ألتزم. مرات كتير بتجيني أفكار كتير، أفكار، حلو، إذا ما سجلت الأفكار رح أنساها، إذا ما سجلت، وعلى فكرة مرات بتحس إنه أفكار عم بتطير، وكل ما هي سريعة وعم تيجي وعم بتروح، في ناس بقول لك ما عندي أفكار، من وين شو بتحكي يا دكتور، من وين بتجيب هذا الحكي؟ لما تبرمج حالك على إنك أنت أو أنت تفكروا بهاي الطريقة رح تلاقوا هذا الإشي صار من ضمن حياتكم. أعتقد أن كتب مدرسة هاي المواد لا تفكروا إنها ما بتنعكس إيجابا على الواحد إذا كان إلى معنى عندي، إذا ما كان إلى معنى عندي ما رح تعمل لي هاي الأشياء بشكل آلي، يبي يزهق المحاضرة. تسألوا حالكم سؤال إنه الدكتورة إلها بتدرس هاي المواد مثلا على سبيل المثال من إمتى؟ من 2014 هلا 2016 طالت حيث هي تفكير وقبل كانت كوميونيكيشن سكيلز، ما بتزهق إلا ما بتزهق. كل مرة هاي الشريحة بحكيها بشكل، كل مرة هاي الشريحة وأنا بحكيها بتفتح لي آفاق بطريقة ثانية. أفكار بتيجيكم، أفكار، إذا ما سجلتوها، ما التزمتوا اتجاه تنفيذ هاي الأفكار، ما راح تحققوها، لأنه راح تروح ببساطة. إذا ما التزم أنا بكون عندي التزام بمواقفي، في كمان أقول لكم شغلة وسر. هلأ هون شو بقول لك؟ الالتزام الشديد للفرد بمواقف حياتية مختلفة والمشاركة الفعالة والاندماج، مش بكل هدول بلتزم، لا، أنا بلتزم في أشياء، بعض الأشياء اللي بلتزم فيها. ليه؟ لأنه هاي الأشياء هي أنا بحس إنه هاي بهاي المرحلة هي اللي بتنميني، أو هي اللي فبيكون التركيز بيكون الالتزام عليها مش على كل إشي. وتطلعوا كلمة التعاقد النفسي، شو يعني تعاقد نفسي؟ في عنا إشي إحنا بعلم النفس وبالبيهيفير موديفيكيشن، في إشي بتعمل كونتاكت، عقد بينك وبين حالك، وعلى فكرة هو مش وهمي، ممكن تكتبه، لازم تكتب إنه بدي أسوي 1 2 3 ممكن بدي أحققهم بالالتزام. احنا عندنا حتى لما بنغير مثلا سلوك طفل يمكن يكون بصف اول او ثاني، تعال هون انا ويا، انا ملاحظة انه انت عندك مثلا انه انت مثلا بتقاطعني بالصف كتير، او انه انت بتاخذ اغراض اصحابك او اي سلوك من السلوكات، بحكي له اياه وبقول له تعال شو رايك اعمل انا وياك عقد، كنا نعملها عقد عادي، وتعال بيوقع ومش عارف كنت يوقع برسمها، ما بعرف شو بسوي، بس مهم انه الدكتورة عطته عقد او المس عطته عقد، بياخد العقد بروح
وإذا نفذ بنود العقد ممكن إنه يكون ينعكس عليه بإشي إيجابي، مكافأة، ثناء، كذا، ستار. بعرفش إذا الأولاد هلا يحبوا النجوم ولا لأ. أبعاد الصلابة النفسية التزام، تحكي، تحدي وتحكم. التزام، تحدي، تحكم. هدول الشباب الصبايا اللي موجودين هون طبعا يمكن تخرجوا، نصر شموت وعمر بسيسو، جوانا، رهف صبري، جعفر المنصير عم بيكمل ماجستير الحقوق أعتقد وخلص، شو اسمه، صمادي، جد صمادي، سارة هديل اشتغل عندنا هلا بالجامعة. هدول كان في عندنا ومعتز أبرشيد وخالد القضاء، وفي أمير كمان. هدول كانوا مجموعة من الطلاب اللي أنا كنت أدرس مهارات تفكير ولا مهارات حياتية ومش عارفة، كانوا مميزين في عندهم هيك. عندما طلعوا عملوا البرزنتيشن أنا قلت ليش ما نعملها على المسرح وكل طلاب الجامعة يشوفوا عن إيش عم بيحكوا هدول. يعني مثلا سارة حكت عن الإيليونز، الإيليونز تعرفوهم، الإيليونز هدول الفضاء، وحاجي جابت دراسات طلعت وحكت عنها. رهف صبري حكت، عملت content analysis، كنت أدرس أسليب بحث علمي يمكن لهدول الأولاد. عمر بسيسو طاقة متجددة، زيد طاقة متجددة، كل واحد مجاله إجوا حكى عن إشي. هذه المناصير حكت عن الناس اللي هم إحنا نفكرهم انطوائيين بس هم مش انطوائيين، لأنه كيف هلا عم بحكي لكم بقول لكم أنا ما بقدر أتجاوب مع كل الناس اجتماعيا، في عندي إشي إلي أنا بس أنا برضو بنجر يعني. ففي إشي يعني زي هيك بالسايكولوجي حكت عنه منصر، أنا مش متذكر، أنا بقول لي مش عارف شو عن إيش حكى. شو اسمه حكى عن السلوك التوكيدي، من موادي، حكوا عن اشياء هيك من المواد وطلعوا كان في عندهم التزام. كنا كل يوم نطلع ونتدرب، نطلع ونتدرب، يطلعوا يتدربوا، كل يوم يحكوا بدهم يوقفوا، كيف بدهم من ينتقلوا من مثلا من 90 طالب ل 100 نقل. واجا طلاب وقتيها بس عشان يشوفوا هاي المجموعه اللي هي اطلع من صندوقهم، كيف حب ما عملوا اللوجو وعملوا هي ولبسوا هذا، وعند المسرح في انه صوره كثير كبيره مع بعض واقفين. هي كانت من احلى الايام اللي كان الواحد هيك بيشتغل مع الطلاب لما كنا نشوفهم. الالتزام نحو العمل، تكلفت أنا بإشي بدي ألتزم نحوه، بدي أعطيه حقه، وبدي لما أكون أنا مقتنعة فيه وأكون مقتنعة بالإشي اللي أنت عم تحكي لي التزمي فيه. مثلا على سبيل المثال مش أي إشي أنا بدي ألتزم فيه، كمان أنا في عندي فكر، كمان أنا في عندي إشي بقول أو بقول لا، في إشي بنافي وبالمنطق، مش هقولك لا، مش هقولك إذا الالتزام نحو العمل. أنا شايف إن العمل بتنفذ بهاي الطريقة، مش بالطريقة التقليدية أنت اللي عمالك بتقولي عنها، كمان بتدخل في هاي الجوانب أشياء لها علاقة بهذا الموضوع. كل ما كان عندي أنا صلابة نفسية كل ما كان في عندي التزام نحو العمل، لأن أنا بعرف إنه العمل هو بأي جانب، مش بس الشغل اللي بروح بداوم فيه وباجي، لا، أنتوا لما بيكون في عندكم عمل بدكم تنجزوا مشروع، بروجكت، إشي عم نستنى مثلا منكم، بدي يكون في عندكم جانب من الالتزام. التحكم والضبط حكينا من أول محاضرة، أنا بنحكي لازم أتحكم بحالي، لازم أضبط حالي بالأول بعدين بضبط أحداث الحياة. يعني إذا ما كان عندي أنا فقدت السيطرة على حالي أكيد ما رح، أكيد رح أفقد السيطرة اتجاه أي موقف ضاغط أو أي حدث ممكن ممكن يصير عندي. شوفوا شو التحكم اللي هلأ كنت عم بحكي لكم عنه. إذا أنت بدك تتخذ قرار، كتبيني إنك قوية باتخاذ القرار، بده يكون في عندك معرفة كيف بدك أنت تتحكمي معلوماتيا. دائما التحكم المعلوماتي هو واحد من الاشياء اللي ممكن انها هي تقويلي. مش هيك بحكي لكم، بقول لكم دائما جهل قله معرفه، جهل قله معرفه. ليش يعني جهل قله معرفه انها معيار؟ لا، انه اي شيء انا ما بسويه وبقول ليش الناس ما بتسويه، لانه مش عارفين، بس ببساطه مش عارفين. مش مسموح لكم ما تعرفوا، لازم تعرفوا. فيش شيء هلا مش لازم ما تعرفوه، دوروا، اعرفوا، فتحوا عينيكم كتير كتير على الآخر، فتحوها. هذا كله ياتو بيخليه بدخل لكم معلومات وبدخل لكم أشياء ممكن إنها هي تعززكم بتساعدكم. كمان في عنا اللي هو عنايات التحكم السلوكي. طبعا بدي أتحكم بحالي، بدي أتحكم بسلوكاتي بتصرفاتي، ما أكون دايما مندفعة، مندفعة في التفكير في التصرفات وبعدين أتندم. يويش من الأول إذا أنا مثلا هذا الإشي موجود في شخصيتي، بحط بجمع معلومات كيف بدي أنا أتحكم باندفاعي، ما أتندم على الحكي اللي بحكيه ولا على سلوكاتي بتصرفها. بدي أكون
وعم بوعي نفسي كيف بدي أنا أشتغل بهذا الاتجاه. القدرة على اتخاذ القرارات بين البدائل اللي هي عندنا إياها البدائل المتعددة. أبعاد الصلابة النفسية كمان عندنا تحدي، تحدي حالي. هلأ مثلا على سبيل المثال هاي إنك أنت ترجع للرياضة تحدي، أنت متعود على نمط معين، كان في عندي مثلا جزء من اليوم للرياضة، نتيجة إنك أنت بتمرض وأنه أف وأنه أف وأنه أف، بتقول خلص بعدين جسمي مش بساعدني جسمي. هلأ يفترض تقول متتحدى، يفترض انه تقوم تقول لا اليوم خليها 10 دقائق، بكرة بمدها 15، بعدين هيك يفترض حتى اني انا اتحكم وارجع مثلا للاشي اللي انا كان يعطيني كمان دافعية وبنفس الوقت صحة جسمية ونفس الوقت تتخلص مثلا على سبيل المثال من وزن زائد، من نبض سريع، من انه انا اروح مثلا حتى كلير يعني المايند بيصير اصفى على أنواع الرياضة كلياتها اللي أنت بتحبوها. في نظريتين سهل هذا يعني أنا أحكي لكم إياها ورح أضلها هلأ حتى لو ما درستوا رح تعرفوها. نظريتين، نظرية كوبازا اللي هي جابت هذا المفهوم، وفي واحد اسمه فينيك. شو بيفسروا اللي هي عندنا إياها الصلابة النفسية؟ بقول لك كل ما كان الواحد في إله هدف، طلعوا كلمات هدول أنت بتعرفوهم، هدف أو معنى لحياتي، كل ما كنت أنا بطلع على الأمور هيك من بعيد شوف كيف بدي أحقق أهدافي وأزيد من المعنى لحياتي علشان أحس إني أنا عايشة. كل ما كان أنا ما عندي معنى لحياتي، كل ما أنا ابتعدت عن هاي المواصفات، وكل ما عرفتش لا اهتماماتي ولا عرفت قدراتي ولا عرفت إمكاناتي ولا قدرت إني أنا أستغلها أبداً، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى المهني ولا على المستوى الأكاديمي ولا على أي شيء. بتقول كمان كوبازا، أنا هذا بدخل بموضوع الديناميكية تبعت الفرد، إنه كل ما تعرضت أنا لأحداث صادمة لازم ما تخافوا من الأحداث الصادمة، الأحداث الصادمة بتقويني وهي إشي ضروري لأطور مهاراتي الحياتية، لأطور صلاتي النفسية. وفعلا تذكر لما حكينا عن المرونة النفسية قلنا ما المرونة ما بعد الصدمة، النضج ما بعد الصدمة، الارتقاء الانفعالي والنضج الانفعالي والاجتماعي والشخصي واللي بتكون يا أي نوع من أنواع النضج بينعكس علي كل ما أنا تعرضت لستريس ستريس ستريس أو موقف ضاغط أو فقدان أو أي شيء. وهذا حكي صحيح. هلا إجا فيني كمل على شغل كوبازا وجاب نظرية قال لك عدل فيها شوي، بدي أشوف شو العلاقة بين الصلابة النفسية وبين الإدراك المعرفي والتعايش الفعال وتأثيرهم على صحتك النفسية أو صحتك العقلية. هلأ كل ما كان الإنسان عنده صلابة نفسية بس مبنية على في معرفة، هلأ كنت عم بحكي لكم عنه شوي قبل شوي إنه لازم يكون في عندي معرفة دائما، المعرفة هي أساس الراحة النفسية. لما بعرف ليش الأشياء بتصير بهدأ، لما بعرف شو اللي مطلوب مني بهدى، لما بعرف انه انا مثلا عم بجمع معلومات بتاخذ قرار احسن، بعرف اتعايش فعال. فقال لك انا هدول الثلاث نقاط بدي اشوفهم هل فيهم علاقه بانه الناس يكون في عندها مهارات حياتيه وصلابه نفسيه وصحه عقليه. جاب مجموعه من الجنود، عينه من الجنود عددهم 167 جنود، ومسكهم طول 6 أشهر عرضهم لمواقف شاقه وضاغطه، وطبعا بدرس حالتهم النفسية قبل طبعا أكيد كمجموعة، وبدرس حالتهم النفسية بعد ما عرضهم للموقف للمعالجة، وشاف شو صار عليهم وليش في تغيرات في درجة الصلابة النفسية عند المجموعة هاي 167 ما بينهم. وجد هو بالنتائج انه كل الجنود اللي كان في عندهم إدارة ذاتية وتحكم ونوع من المعرفة ونوع من التعايش، يعني عندهم استراتيجيات انه يتكيفوا وشوفوا شو اللي مطلوب منهم ينفذوه مثلا في التكيف بهذا الموقف الضاغط والسترس اللي بوجود، كل عندهم كل استراتيجيه حل المشكلات كل ما انعكس عليهم بانه ضلوا محافظين على صحتهم النفسيه. شوفوا مثلا على سبيل المثال لما احنا بنشوف مثلا واحد انسجن وبالسجن مثلا حكموا عليه مثلا وصل انه 10 سنوات،
وبده يطلع بعد العشر سنوات أو لنفرض خمس سنوات حتى لو سنة طويلة. هلأ هدول هذا إيش الاستراتيجيات التعايش الفعال؟ إيش الطريقة اللي عماله بتعامل معها؟ كيف عماله بيقدر إنه يعني في واحدة من الدراسات واحد حطوه على ما أظن إنه بمكان سجنوه، السجن كان كتير موقف ضاغط بالنسبة إله، ولما طلع ولقوا إنه ذهنيا عادي وما ماله إشي كان يقول إنه أنا كنت أعمل تصور بصري إني أتخيل حالي إني أنا برا، وإنه أنا عم بمشي مثلا بالحقل، ولا عم بمشي بمارس مثلا حياتي الطبيعية بالسوق. يعني اعتمد على الذاكرة البصرية تبعته في كاستراتيجية تعايش فعال على إنه يبقي على صحته النفسية أو يبقي على قدراته وإمكاناته. أنت بتعرفوا هلأ إحنا مثلا على سبيل المثال السنة الماضية لما حبسونا نحبسنا بالحجر شهرين، كيف كنا قبله كيف لما طلعنا؟ في ناس كتير قالت لك أنا بطلت أتذكر الفاسورد تبع الـ ATM، كتير سمعتها من ستات، أو إنه أنا بطلت أقدر أعرف مثلا الاتجاهات أو لفترة بسيطة بس بعدين رجعوا. يعني الإدراك المعرفي تبعهم تشوه شوي لأنه إحنا ضغطنا، حطينا صحة قاعدين في بيوتنا بس محبوسين. فبرضو كمان هي عبارة الناس اللي استخدموا استراتيجيات تعايش فعال كانوا أفضل يمكن من الناس اللي صار في أولا في آخر دراسات بتقول لك إنه في تأثير على الإدراك المعرفي لكوفيد نتيجة ظروف هاي الضغطة اللي إحنا فيها ما بين مجرينها على ستات أعمارهم 49 سنة بظن هيك إشي بالأربعينات، إنه إيش الأشياء المرافقة لناس ما دخلت المستشفى بس إنه صابهم كوفيد وشو اللي صار فيهم؟ إشي على الإدراك الذهني، إشي على الإدراك على موضوع الكوجنيتيف الإدراك المعرفي، القدرات المعرفية تبعتهم كيف تأثرت؟ في إشي قال لك على الذاكرة صار في إشي، في إشي عن النسيان، في إشي على ضبط إدارة الذات، كذا 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 قضايا كتيرة إلها علاقة بكيفية إنه أثرت عليهم أو أثرت على الأداء تبعهم. مش زي قبل، يعني ما رجعوش زي قبل. فكمان هلأ رح تطلع دراسات كتيرة على الأشياء اللي إحنا عمانا بنعمله. هلأ أعزائي الإشي اللي أنا بدي أحكي لكم إياه إنه يوم الأربعاء الجاي أنا بدي أعملكم كويز قصير بالمادة